ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، دائما الجديد، المواضيع بكل تواضيع. ضيف الميكرو هو فاعل حقوقي خالد البيضاوي، مرحبا بك على أنفاس بريس. مرحبا بكم وشكرا على هذا اللقاء هذا. قولي يا خويا، شبان لك في المحاكمة ديال الفنان سعد المجرد؟ واش غادي نقول لك بالنسبة للمحاكمة ديال سعد المجرد، فكما غادي نبداو ما كاين حتى شي عافية بلا دخان. في الحقيقة سعد المجرد هو ولدنا وخونا، واي مغربي كنتضامنوا معاه. خصنا نعرفوا غير واش هاد الواقعة واش حقيقية ولا ماشي حقيقية، رغم ان لي ديكلاراسيون ديال سواء المحامي ديال سعد المجرد او سعد المجرد شخصيا، هو انه كان كيقول بلي انه كان تحت تأثير المخدرات، والبنت اللي مشات معاه وانا كنعتقد انها سميتها لورا، فهي مشات بخاطرها، يعني كانوا في شي حانه ولا شي ملها وشربوا بعضياتهم، وربما داروا المتناول المخدرات حتى هما بجوج، وطلعت مع اللوطيل برضاها ماشي بالعنف، ولكن اش كان واقع تما كاينه في لاشومبر ما علم به غير الله سبحانه وتعالى. وبحكم ان سعد المجرد هو ولدنا وخونا وواحد كما كنقولوا، رغم ان البعض كيعرفوا ولا البعض ما كيعرفوش، فهو نجم وواحد شخصيه عموميه كيبغيو واحد العدد ديال المغاربه كيبغيه وما كيتضامنوا معاه. بالنسبه كانت سبقات ليه واحد الواقعه في امريكا، واش بالصح ولا ماشي بالصح، البعض كيقول بلي انه سعد الوقيته اللي كيتناول المخدرات انه كيتغير من الحقيقه ديال الشخصيه ديالو، كيتغير كيولي واحد الانسان واحد اخر، ماشي في وعيه ماشي في طبيعته. ولكن رغم ذلك غادي يكون سعد غلط، ولكن السيده طلعت مع بريضها وبخاطرها بدون مشاكل بدون عنف بدون حتى شي حاجه. حنا نديرو مثلا غلط، واش هاد المحاكمه ديال 6 سنوات ماشي بزاف؟ واش غادي نقول لك، هي المحاكمه غير عادله، والقضاء الفرنسي ما يعتقدش البعض بلي انه حيت فرنسا هذيك عندها القضاء نزيه، كاين مخططات، كاين دي كومبلوت، كاين دي مؤامرات كما كيقولوا على المغرب. وغادي نقولها بكل صراحه، ممكن تكون كما كتعرفوا باللي الملك ديالنا الله ينصره من بعد الاعتراف الامريكي بالصحراء المغربيه، ومن بعد اللقاءات والاتفاقيات اللي دارها سواء مع روسيا ومع الصين ومع امريكا ومع حتى اسرائيل، وحاليا فهو في افريقيا منافس لفرنسا. بالنسبه لي انا هو منافس لفرنسا حاليا، لانه باش تشوف دوك يعني الملك ديال البلاد كيمشي للدول الافريقيه وكيدير اتفاقيات، وكتعرفوا باللي فرنسا كانت مسيطره على افريقيا سواء في اي حاجه عند الافريقيين، سواء من ذهب سواء من لارونيوم سواء من الغاز سواء من البترول، اي دوله افريقيه كتمتاز بشي حاجه. فجلالة الملك في الحقيقه ما غاديش نقول لك السياسه ديالو، فهي ذكيه ونزيهه، فهو مشى لافريقيا ودار اتفاقيات، ربما حتى التاثير هذا، وبعد حتى في المغرب انه بزاف ديال الشركات انه سالت الكونطا ديال المغرب معاهم الفرنسيه، هادشي اللي ربما كاين الفرنسي، وربما عاوتاني كاين اعداء النجاح ديال سعد المجرد، حتى هو الاعداء ديالو بغاو يطيحوه لانه غادي في واحد غادي بواحد النجاح نجاح باهر بالنسبه لي انايا، يعني راه ولا عالمي، ويعني معروف هو عالمي، وربما هو محبوب الجماهير، محبوب عنده واحد العدد كثير ديال المحبين ديالو سواء في المغرب سواء في الدول العربيه او حتى في الاوروبيه. ربما انا كنظن وقيل مؤامره ضد النجاح اللي حقه حاليا، لانه لا يعقل ان باش تكون محاكمه تقريبا اكثر من 4 سنين او 5 سنين ديال هذه المحاكمه اللي كتجري، لو كان فرنسي هو اللي دار هذه الفعله او مواطن عادي فرنسي ما غاديش يوقع ليه هذه الواقعه وما تكونش عنده هذه الضجه. وانا سمعت بلي ان نهار الحد غتكون واحد الوقفه تضامنيه مع سعد المجرد خونا وحبيبنا وولد بلادنا، وهذا الشيء معروف على المغاربه. كنتمنى ما يكونش مؤامره وتكون
وتكون تقريبا باللي الواقعة هي وقعات يعني حقيقية، كاين الاعتداء كاين الاغتصاب، ولكن إذا كان الاعتداء والاغتصاب وخد حقه ما غادي كنظنش أنه غادي ياخذ 6 سنين، وما كنظنش هذيك البنت عاوتاني ربما واش وراءها بعض الكواليس كنقولوا، واش كما كنقولوا ربما واش فنانين جزائريين او فنانين مغاربه او فنانين عرب ما بغاو يطيحوا سعد المجرد. كنتمنى ما يكونش هذا الشيء، وكنتمنى القضاء ينصف سعد المجرد. وشنو بان لك با خالد دابا انه تا يعني اشرف حكيمي تا هو كما كنقولوا حيوا لي واحد ما عرفتش واش تلفيق تهمه ديال تا هو انه تهمه الاغتصاب. بديت لك انا بالموضوع ما بغيتش نقول لك حكيمي داروا ليه التهمه، سعد المجرد داروا ليه التهمه، غدا غنسمعوا عاوتاني شي سياسي مغربي ولا شي برلماني ولا وزير التهمه تا هو غادي يديروها ليه. هذه السياسه ديال الفرنسيين ماشي كنهضروا هضره ديال الشراف ولا ديال الناس الكبار ولا داك الشيء ديال هذاك، غا بغاو كما كنا كنقولوا بغاو يتعداو عنا الفرنساويين، هذه حقيقه. فاعداء النجاح ديال المنتخب المغربي واعداء النجاح ديال الفنانين المغاربه واعداء النجاح الاقتصاد ديال المغرب بالنسبه للدوله الفرنسيه حتى واحد ما غادي يحملوا، لانه الضرر اللي واصل بالاقتصاد الفرنسي وبعض الشركات اللي كانت هنا في المغرب والجوالات ديال جلالة الملك محمد السادس الله ينصره الافريقيه، هي اللي خلات ربما كاينه واحد النسبه ديال 80% خلات هذا الشيء يبان حاليا، لا بالنسبه لسعد المجرد ولا بالنسبه لاشرف حكيمي، وغادي يبان بالنسبه لوحدين اخرين. هو ضغط لوبي ديال الاحزاب السياسيه الفرنسيه بالنسبه للمغرب باش يهرسوا من واحد السمعه، باش يكون ربما كيتسناو باش وزير العدل او صاحب الجلاله محمد السيد نصر الله باش يطلب من السلطات ديال يعني القضاء الفرنسي انه يسمح لسعد المجرد، ولكن ما كنظنش انه غادي يوصل به حتى لهذا المستوى باش يطيح من القيمه ديال صاحب الجلاله. دابا سي خالد، ان دابا شي مواطن مغربي ولا يعني سياسي ولا شي يعني شي واحد اللي معروف انه بغى يمشي لفرنسا خصو يدي معاه شهاده ديال العجز الجنسي ولا يدي معاه شي محامي باش يدخل لفرنسا، حيت دابا ولينا خايفين شي واحد يمشي لفرنسا. بالنسبه لاي مسؤول ولا اي مشهور خصو يدير الاحتياطات الكامله بالنسبه ليه باش ما يوقعش شي فخ، سواء كان فنان سواء كان رياضي سواء كان سياسي، بدون خصو يكون حاضر راسو كما غادي نقولوا باش ما يوقعش في هذا الفخ اللي واقع. ولكن الواقعه ديال سعد المجرد فهي واقعه ربما كاين فيها لدود، كاين فيها واحد شويه ديال ربما ديال الصحيح، وكاين شويه ديال شي حاجه اللي ديال اشرف حكيمي ربما هذه غابغاو يطيحوا من اشرف حكيمي، لانه مشى لباريس سان جيرمان ولعب ربما ولا الساطحه النجوميه ديالو، بغاو يطيحوا هذا الشيء اللي كاين. هذا ربما راه يكون غير لعب منافس ديال باريس سان جيرمان، بغى يدير لك المنافسه وخير على ذلك. ان راه واقعه في المنتخب الفرنسي انه واحد اللعاب ما بغيش ماشي ربما بنزيما مع واحد اللعاب خور جابوا ليه بنت ولا ما عداو ليه بنت وداروها ليه في الشومبر صوروه وكل شيء، طيحوه في الفخ وصوروه، ومن بعد طلبوا منه المقابل باش يشوهوا حسينو غادي يشوهوا الصوره ديالو. هذا الشيء جاي بالعام سواء عند اللعابه ولا عند الفنانين سواء مغنيين او ممثلين او سياسيين، اي واحد كيدير شي حاجه ولا كيتشهر الا وكيديروا ليه شي فخ باش يوقعوه باش ما يبقاش يعني الكارير ديالو نقي. تحياتي سي خالد وشرفتيني على انفاس بريس.